إكسبريس باي توتال إنرجي. مرحبا بكم في العدد القبل الأخير من كان إكسبريس، التغطية الخاصة لإكسبريس أف أم لكان توتال إنرجي الكامرون 2021، واللي البارح فقدت صاحب الأرض. وعادة خروج صاحب الأرض في الكؤوس الإفريقية هو عادة ينقص برشا من الاهتمام متاع الجماهير متاع البلاد هذيك بالمسابقة. المرة هذه الانسحاب جاء في النصف النهائي. إسلام المدب، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وليد، تحية ليك ولكل المستمعين. معنا في الإخراج معنا في الإخراج أنيس الجويني، وتلقونا بالفيديو على الديجيتال فيسبوك كذلك يوتيوب مع تقوى المديوني في الإخراج. وليد برحومة قدام الميكرو، معنا بالتليفون مباشرة من يوندي أنيس السحباني. أنيس أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وليد، تحية للسلام ولكل المستمعين. أنيس، كنا نحكيه على مغادرة البلد المنظم. عادة في الكان كي يخرج صاحب الأرض الشارم متاع المسابقة يقل برشا، خاصة غادي سور بلاس. احنا شفنا البارح مظاهر الإحباط على وجه الملاعبية والجمهور الحاضر، أكيد هذا ما هو إلا شوية من الكثير اللي شفته في الشارع الكامروني. هذا في جانب صحيح وفي جانب لا وليد، في جانب نبدأ بالجانب الخاطئ باعتبار أنه فما أفيش كبيرة ياسر في هذه النهائيات الافريقيه وفي الفينال نتاع كاس الامم الافريقيه، نحكي على السنغال مصر، فما ساديو ماني، فما محمد صلاح، اللي الكامرونيين عشق كبير للملاعبيه هذوما، حتى المراوي اللي هنا يتباعوا في الكامرون نسبه كبيره نتاع زوز الملاعبيه هذوما، دونك لافيش معناتها كبيره ياسر. وزيد انه معناتها بين الانسحاب وبين دور النهائي فما نهارين برك ولا ثلاث ايام، يعني مش حاجه كبيره، مش منتخب انسحب من الدور الاول. لكن زاد صحيح انه المنتخب الكامروني الامال كبيره ياسر كانت على المنتخب هذا باش يهز الكاس الافريقيه في الكامرون، لكن البارح كل شيء مشى ممكن بالنسبه للكامرون الا ضربات الجزاء كانت تنفيذهم بطريقه سيئه جدا. وحتى اليوم الصحافه الكامرونيه حملت الانسحاب هذا للمدرب باعتبار انه هو اللي خلى الملاعبيه اللي يحب يشوت يمشي يشوت، ما حملش مسؤوليه لكل ملاعب، يعني مش هو اللي اختار الملاعبيه اللي باش يشوتوا ويحمل مسؤوليتهم، وبالتالي غضب كبير ياسر على المدرب المنتخب الكامروني اللي لولا ممكن وجود تصفيات المونديال يعني الدور الحاسم ممكن كان يتنحى البارح بطبيعه مدرب المنتخب الكامروني. نبداو من البارح نحكيو على الدور نصف النهائي بطبيعه في النقطة هذه، يعني فقط نحب نعلق على اللي حبي يشوت يشوت. أنا عارفش أنت أكيد تابعت المقابلة وحفظت في الندوة الصحفية، فينسون أبو بكير البارح ظهر لي من الكلام اللي قالوا لهم برشا على أصحابه، قال شفنا حتى في التيران كل حد يعمل اللي يحب ولا كيفاش، حاجة من النوع هذا. وهذا هو الانفلات اللي يحكي عليه اللي حكيت عليه الصحافة المصرية اليوم، عفوا الصحافة الكامرونية، في أنه منتخب كما قالوا ما تنجمش تعمل منتخب بزوز ملاعبيه برك، هنا انا كحارس مرمى وفانسون ابو بكر المهاجم. البارح حتى في السوزون ميكس وقت نستناو في الملاعبيه برشا منهم ما حبوش يتكلموا ملاعبيه المنتخب الكامروني، الصحفيين نتاع الكامرونيين معناتها بطريقه ساخره قالوا الحقيقه بعض الناس ملاعبيه وقت تشوف الليسته نتاع الملاعبيه وين يلعبوا يقولوا في قطر ولا في السعوديه، يقولوا فيها بطريقه ساخره يقولوا عاد يلعبوا في البطوله الكامرونيه يكون خير، دونك غضب كبير ياسر على المنتخب الكامروني بالنسبه لهذه الدوره. على فكره انيس نعتذر منك، كلود لوروا اللي هو كان درب الكامرون وفاز بها بالكاس الافريقيه في 88 علق على التصريح نتاع فانسون ابو بكر، قال سي لو جون دو كابيتين كي نو فو با انترفيوفي ابري اون ديفيت، على خاطر التصريح نتاعو كانه ما حكاش على المجموعه وانما حكي على الافراد، حكي على الملاعبيه، قال كل واحد يلعب وحده، كل واحد يلعب روحه، ما لعبناش للمجموعه. وهذا قال كلود لوروا ينجم يدور عليه هو كفانسون ابو بكر كقائد فريق. وهذا هو قلت منتخب معناتها كل واحد يلعب وحده، وهذا واضح حتى في راهو حتى في تشوف الشيما التكتيك اللي تلعب يلعب به المنتخب الكامروني، واحد من الشيره هذيا والاخر من الشيره الاخرى، معناتها الحقيقه ما فماش ثلاثه اربعه ثلاثه يلعبوا هما. اي هو المنتخب قلت المدرب هو اللي خذ النقد الكبير، وفانسون ابو بكر حتى قبل المباراه نتاع المنتخب المصري عمل ديكلاراسيون معناتها يبروفوكي فيها محمد صلاح، يقول انا مثلا من اللاعبين ما يعجبونيش برشا
محمد صلاح كان ستيل اللعبه نتاعو دونك هو ولو انه حتى هو ما شفناش منه حاجه كبيره البارح فانسون ولا هو وهذا علاش اليوم قلت كما قلت فما بعض المواقع في الكامرون جبدوا له تصريح نتاع محمد صلاح وقالوا حتى انت بيدك معناتها اذا كان محمد صلاح معناتها ماهوش لاعب ياسر فما انت شو تسمى هكا تقريبا الترجمه كانت في الصحافه الكامرونيه. التركيز كما قلت البارح حتى بعد المباريات سموليتو مشى هنا خاصه صديقه وائل جمعه اللي لعبوا ضد بعضهم لسنوات في الكؤوس الافريقيه وكل الاحباط كان كبير برشا. رغم هذا ورغم هذا الكل ولا 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 تكسير ولا حجر الناس كلها روحت رغم انه تقريبا 8 كيلومتر لازم تمشي على ساقيك باش تروح باش ترجع باش تبعد تمشي للملعب لانه يعني الملعب 8 كيلومتر على ساقيك تمشي اي في أطر... لا مش نحكي لنا احنا نحكي على الجماهير اي حتى الجماهير معناتها مش عادي معناتها لانه الملعب في طرف المدينه هو ملعب اولمبي ملعب جديد في طرف المدينه بالكل سكروا الكياسات والناس كل تمشي على ساقيها يعني. وبارح الخروج نتاعنا احنا خرجنا بالطبيعه بالحمايه مع 19 كار لانه يعني البارح الجماهير المصريه وصلوا المطار ياوندي تقريبا الستة متاع العشيه ما دخلوا للملعب الا 8 غير درجه تقريبا 5 دقائق فقط قبل ما تبدا المباراه. احنا بدنا قعدنا باهتين وين من الجماهير المصريه اللي باش تحضر فجاه معناتها قبل 5 دقائق فقط تدخل تقريبا 1200 متفرج جاو من 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 القاهره مباشره الياوندي 19 كار في بعد نهايه المباراه بالطبيعه روحنا ناس الكل معناتها خرجنا من الملعب في اتجاه وسط البلاد وين نسكنوا ولا حد كلمنا والناس مساروا في الكيران معناتها يغنيوا ويشتحوا ولا حد كلمهم ولا حد رمى حجره ولا حد معناتها بالعكس هم ناس يصفقوا لهم الجماهير اللي موجوده في الشارع من على اليمين وعلى اليسار كانت تصفق للجماهير المصريه. هذا فير بلاي الحقيقه ما تعودناش فيه برشا في البلدان كما نقولوا احنا جنوب الصحراء ولا والله يعني قعدنا كان احنا اللي عندنا الحجاب اللي حكيت هذوما هما انت مشيت برشا للفريق وتعرف اكثر مني اكيد هما اخرهم كان يعمل لك جيست معناتها بيدو يعمل لك حاله يتحالف فيك ما اخرته هذاك معناتها ما يعملش ما يمشيش للاكسيون معناتها صحيح صحيح ما يمسكش هو جيست ينجم يبروفوكيك في بالكلام من بعيد ولا يتهدد لكن الحقيقه ما يمسكش بالكل وهما زيد اصلا يخافوا من الامن نتاعهم والامن كان موجود على كل اثنين تقريبا على 8 كيلومتر كان موجود الامن ولا حتى في الملعب يعني غادروا من اللي ضيع ضربه جزاء المنتخب الكامروني تقريبا ضيع ضربه جزاء ثانيه يعني حتى ما توفى قبل ما توفى البلانتيات تكون معناتها غادروا كان معركوا انه المنتخب المصري باش يتعدى غادروا دونك الحقيقه نتاع ربي باش نقولوا للامانه معناتها شعب متربي برشا شعب عاقل هنا توا خاصه توا احنا في ياوندي تقريبا قريب الاسبوع معناتها ولا حد كلمنا ولا حد قلقنا والجماهير المصريه البارح حتى قبلت منهم اليوم الصباح معناتها هما بيدهم كانوا ينتظروا في انهم في حرب كانوا ينتظروا في سيناريو مرعب وقت اللي باش يربحوا المنتخب الكامروني يقولوا لي مانيش مصدقين معناتها ممكن احنا برك اللي في بلدان شمال افريقيا مازلنا كلي نعمل شويه مشاكل لكن الحقيقه البلدان هذوما حتى انيس حتى التحكيم اللي برشا يحكي على التحكيم والله الحق ما فماش حاجات مؤثره برشا في المقابله حتى الاقصاء نتاع كيروش والا التنبيه على وائل الجمعه كانوا مستحقين تقريبا المنتخب المصري كانوا اطنبوا كما في المقابلات الكل في الاحتجاجات وكانوا يستحقوا تقريبا اللي صار وكانوا كان يلوج عليها هو كارلوس كيروش اولا الورقه الحمراء وثانيا المنتخب المصري حتى اليوم معناتها وكانه تعمد معناتها تقريبا نفس الطريقه في انه يعمل الهجوم المضاد يعني من باش يعكس الهجوم على التحكيم باش يكون معاه يعني يلوش في اوراق صفر باش الحكم هو يبيد يقول انا بيدي كثرت من اوراق صفر نولي نكلم اللاعب. هذه هي طريقه نتاع اكيد يعرفوا مليح كواليس المنتخب المصري يعني سنوات كبيره ديما عندهم طلبات اليوم حتى اليوم ظهر يبعثوا الكاف يحبوا يبدلوا الفينال يحبوا يوخروا بنهار باعتبار انه يحبوا يوخروا بنهار قال لك نلعب نهار الاثنين باعتبار انه منتخب السنغال يقول لك ارتاح اكثر مني بنهار فانا نلعب شو قديمة مرتاح اكثر بنهار حتى نهار الاثنين ان شاء الله حتى عاد يلعبوا بالجمعه معناها شو قديمة رابح نهار هذا هو باش يقعد ديما رابح نهار المنتخب السنغالي يحبوا يخرجوا بنهار ويقول لك انا لعبت انا بزوز ماتشات 120 دقيقه معناتها الحقيقه هذه ساعه مشكلتك انت انا لعبت 120 دقيقه زعما مش مشكلتك حتى حاجه ثلاثه ماتشات معناتها هذه مشكلتك انت وثانيا معناتها معناتها نعطيك هو صحيح راهو البلانينغ راهو كي تشوف
بصفة عامة راه فما برشا أخطاء صارت في تعيين المباريات. مثلا منتخب تونسي بعد مباراة جامبيا نتنقلوا تقريبا 1500 كيلومتر باش نلعبوا ضد نيجيريا تقريبا في 48 ساعة، ثم بعد نرتاح بعد من بعد نرتاحوا نيجيريا نرتاحوا سبعة نرتاحوا ست أيام باش نلعبوا ضد المنتخب، يعني فما شوية لحظة. لا وحتى ماتش الكلاسمون يتبدل، أنا عمري ما شفتها في حتى دورة، معناها يكون في النهار يولي كان بالأحد ولا بالسبت. كان على فكرة كان ماشي في بلا تنظيميا أنيس، ما نعرفش أنا اللي نذكره مثلا في كان 2004 في تونس زوز أدوار نصف نهائي صاروا فرد نهار، صاروا بالأربعة والفينال صارت بالسبت، معناها باش اللي يترشحوا للفينال عندهم نفس تقريبا وقت الريكوبيراسيون، ما يكونش فريق زايد على فريق. وهذا يحكي عليه المنتخب المصري. وراه أنت تو البارح مثلا الكامرون وليد لعب مباراة اليوم الجمعة يلعب غدوة، يعني باش عنده حصة تدريبية واحدة باش يلعب ضد المنتخب البوركيني. يعني هذو ما قلت هذه اخطاء نتاع تعيين المباريات، هذا صحيح، لكن تعرف الكاف انا وانا معناتها نشوف فيها ما ترجعتش حتى قرار اخذيته حتى لتوا، معناتها ظهر الفينال باش يتلعب لحد هي اصل الاتحاد الافريقي لكره القدم ماذا بيه هو اصلا توفى الدوره هذيا، لانه معناتها بكل الحاجات اللي باهيه فيها وبكل الحاجات الخايبه. البارح في الكواليس طبعا بعد نهايه المباراه لعبيت المنتخب المصري برشا منهم ما تكلموش وبرشا منهم معناتها حكيوا مع وسائل الاعلام المصريه في شان داخلي، يعني اللي يسبوا فيه جمهور الاهلي كما الشناوي مشى جاوب الجمهور، اللي عنده مشاكل مع الزمالك الخ، دونك ما حكيوش برشا على المباراه. وما كانتش الفرحه هستيريه، حاجه مهمه ياسر، ما كانتش الفرحه هستيريه في نحكي في زونميكس. هما بطبيعتهم ما يتكلموش يعني، حتى لاحظت في البطوله العربيه يتعاملوا بجفاء تام مع وسائل الاعلام، معناها حتى رابح ولا خاسر يقف واحد ولا اثنين بالسيف زاد ما يتكلموش، ما فهمتش علاش. جوستومون حتى مثلا محمد صلاح وقت اللي احنا نحكي ناخذوا في الانترفيو نتاع وائل الجمعه هو تعدى يجري، معناتها ما با حتى تلفت حتى تعدى يجري وتلعب في الكار، حتى من بعد حاولنا قلنا له مرانا توانسه وجينا باش نفتحوا لكم ماذا بينا ناخذ انترفيو للتوانسه وكل شيء، معناتها الحقيقه ربضوا أنيس. معناتها كل واحد حر. وي ولي أنيس باش نحكيو على المنتخب الكامروني، خاطر في الجزء الثاني عندنا الصحفي المصري بلال السيسي باش نحكيو معه اكثر على المنتخب المصري. منتخب الكامرون في الدوره هذه بدا باحسن طريقه، ثلاثه انتصارات في ثلاثه مباريات، تسجيل اهداف، ابو بكر احسن هداف. لا ما ربحش ثلاثه من لوز، لا ثلاثه على ثلاثه، تسع نقاط لم الكامرون. من بعد ما تراش كأنه فما لعنه جزر القمر من الماتش هذاك، كأنه نظره الناس الكل تبدلت للكامرون بعد مباراه جزر القمر. صحيح، وحاجه اخرى منتخب الكامروني وشكون ربح وليد؟ اي ما لعبوش ماتش وليد، ربح بوركينا فاسو، ربح بوركينا فاسو، حتى لهنا الصحفيين الكامرونيين يقول لك معناتها المفروض احنا ربحنا منتخبات مازالت تتعلم. اهم اختبار كان البارح على المنتخب المصري، اقوى منافس. صحيح، في اول اختبار كان غادر المنتخب الكامروني، هو الحقيقه نتاع ربي معناتها نحكي فنيا معناتها ما كانش الافضل المنتخب الكامروني في هذه الكان في الكان هذيا، ما كانش احسن منتخب، كانوا فما هو خط هجومه ذا اللي هو اللي هز المنتخب فانسون بوبكر ويكامبي تقريبا 11 هدف هو ماركي وزوجنا بعضهم بيناتهم 11 هدف بيناتهم في الكان هذيا بالنسبه لزوج اللاعبين نتاع المنتخب الكامروني. لكن كما قلت المنتخب الكامروني معناتها ما عملش معناتها ما لعبش مباريات كبيره في الكندا. جست تصليح نعتذر، سبع نقاط مش تسع نقاط، زوز انتصارات، اسلام صحيح هاوكا في الاخر، اسلام صحيح. خاطر نفكر كان نيجيريا عملت تعادل مع الكابفير بالضبط، حتى المغرب عملت تعادل، ربح اثيوبيا وربح بوركينا فاسو، ربح اثيوبيا 2-1، ربح بوركينا، ربح اثيوبيا 4-1 وتعادل مع المنتخب الكابفير. وليد حاجه اخرى المنتخب الكامروني معناتها مقبل معناتها في الاربع ماتشات الاولانيين قبل فيهم كل هدف، صحيح سجل، لكن قبل ضد بوركينا فاسو، قبل ضد اثيوبيا، قبل ضد المنتخب الكابير، وقبل ضد منتخب جزر القمر. رغم اللي عنده كارديان معناها دوكولون كاليبر، لكن مش لكن الكارديان نتاع اجاكس اللي مش نفسه نتاع الكاميرون معناها. وهو الحقيقه خليني نقول من جانب اخر انا اونانا مثلا متواضع جدا، البارح وقف اونانا وحكى وفسر لوسائل الاعلام، على عكس مثلا فانسون ابو بكر اللي تعدى خرج اول واحد ما حبش يتكلم.
برشا من لعبيه اخرين ما حبوش يتكلموا. انا تكلم فاي كيف تكلم، بينما بالجانب المصري قلت الشناوي احكى في جانب داخلي، بينما وائل جمعه كيف تكلم، حسام الحضري زاد وعشره كبيره مع 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 التوانسه. منتخب المصري اللي منتظر زاد هلا حد بشوف طياره تخريج لي يا وندي، كما قلت من صاروا موجودين هنا ديجا في الكامرون. المنتخب الكامروني باش مادام قلت نحكيوا عليه، المنتخب الكامروني قلت باش يواجه منتخب جزائري في تصفيات كاس العالم، واليوم قالوا معناتها اخر شانس للمنتخب، المدرب المنتخب وللمنتخب هذايا، لانه هما بيدهم يحبوا جيل جديد في الكره الكامرونيه يشوفوا ترشح لكاس العالم، ولو انه كما قالوا جينا مع منافس صعب جدا هو المنتخب الجزائري، يعني الامور مشربكه شويه، يقولوا على الاقل نحاولوا نكملوا تروازيام بلاس، ولو انه التاريخ باش يذكر انه شكون هز اللقب، اللقب يا ما بين السنغال لاول مره ولا بين المنتخب المصري اللي يروج على اللقب السابعه. وثقافه الانتصارات وثقافه مواجهه المنتخبات الافريقيه الحقيقه نتاع ربي مبهره بالنسبه للمنتخب المصري. والله هذا شكون باش نسالك يا انيس، لانه بصراحه المنتخب المصري وقت اللي يلعب ضد العمالقه نتاع القاره الافريقيه تحس منتخب عملاق يلعب ضدهم، ما تحسش اكل النقص والا اي معناها مركب ضعف للاسف، وهذا ما نشوفوش في منتخب. تواصلا مع كلامك وليد، تو والله قبل نقول له كان عندهم جيل كبير برشا نتاع بوتريكا والملاعبيه رقم كل، لكن اليوم تقريبا والا حتى في 2017 وصلوا للفينال ملاعبيه معناها معناتها ما همش يقولوا ما همش من نفس الجيل هذاك، ملاعبيه اقل من الجيل هذاك، ويمكن حتى كي دخل البطوله ماهوش من اللي فافوري. المنتخب المصري كان تقريبا غاب على تسع نسخ بعد الجيل هذاك في كوب افريقيا، وبعد النسخه اللي بعدها وصل ديريكت للفينال، واليوم كيف وصل للفينال مره اخرى، معناها هذه تقاليد كبيره، وبالحق اقوى منتخب افريقي في من ناحيه التقاليد وعربي من ناحيه كل شيء. وهو اسلام بعد ما هز ثلاثة كؤوس افريقية على التوالي، كانت تتذكر النسخة اللي بعدها ما ترشحش الكأس الافريقي، ثلاثة نسخ يعني ما ترشحش وبعد لعب فينال يعني 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 مثلا البارح باش تفهم انت العقلية، مثلا شريف اللاعب شريف اللي خرجوا اللي دخلوا خرجوا لعب ب 10 دقائق يعني بعد رغم انه مهاجم ممتاز يعني بعد خرجوا باعتبار انه خلع حساب ضربة الجزاء، بعد حكى معاه المدرب تغشش برشا هو ديجا ولا وصحابه كيفاش يريضوا فيه صارت اشكال لكن يمكن احتواه المدرب اي فوالا بعد وهذا ما انت تعرف، وخاصه معناتها اسلام فما لقطه نتاع اربعه معناتها ثلاثه تغييرات تموا في نفس الوقت بالنسبه للمنتخب المصري، كان باش يغير ثلاثه تغييرات. من بعد علاش بطل؟ لانه انا نقول لك انا انيس انا بيدي بهت وقتها، خاطر عندهم الجارديان مضروب ماتش كان معناها وطاح وقام معناها في اي وقت كان ينجم يخرج ولا نصهم. وهذه نقطة، وفما النقطة الأخرى أنه في نفس الوقت هذاك وقت مدرب المنتخب الكامروني قام باش يعمل تغيير، فقعد يستنى نشوف فيه يحكي مع وائل جمعة، قال له استنى خلينا نشوفه ساعة هو شو باش يغير مدرب الكامروني باش أنا وقتها نغير على حساب يعني معناتها ثقافة كبيرة جزئيات بسيطة لكن تعمل الفرق صحيح جزئيات بسيطة. أنا 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 اللي نحب برشا التفاصيل هذيا نتاع نقعد نتبع معناتها مش وين موجودة الكرة، نقعد نتبع في البنك نتاع هذا كيفاش يتصرف المدرب هذايا، كيفاش يتصرف المدرب من الشيرة الأخرى، كيفاش الحارس البارح مثلا في فما لقطة نتاع كرة المنتخب المصري، فما كورنيه المنتخب المصري الجول نتاع وفما لاعب مصاب خارج الملعب نتاع المنتخب المصري الجول تقريبا ولا كاليبيرو خرج قريب للسونتر، يعني هذوما ديزابيسي ولاو في موجودين في الثقافة بالنسبة للمنتخب المصري. حتى لي جارديان دو جارديان من على طراز الزوز ما يتخيلوش على بعضهم سواء ابو جبل ولا الشناوي. حسام الحضري ما نجموش نحكم، انا ما نحبش نحكم عليه خاطر اوكي اسم كبير كجارديان قبل، لكن كي يولي مدرب حاجه اخرى، لكن بون كي تشوف روندمون معناها نتاع الحراس نتاعو تفهم كل شيء. اي حضوره مهم حتى نفسانيا للحراس نتاعو مهم، معناها يعني عصام الحضري اسم كبير ياسر فيه. ولو انه علاقته عنده تباع خاصه شويه، هو حتى علاقته بالحراس ماهيش ولا بوفيه شويه نوع من الجفاء صارت في الكوب دي موند اللي فات شويه كيف حتى في لقطه ما عادش في الماتشات اللي فاتوا كان الشناوي
عصام حب يخرج لكن عصام قال له كمل وضرب بشناوي بون فما عنده تباع خاصه عصام الحضري ممكن يشوف يروح الاسطوره معناها شويه خالد بن يحيى عنا نحن في تونس نستج بتفرج اليوم يهديك باهي يا أنيس المنتخب المصري كسر قاعدة نعرفه عادة في المنافسات الكبرى الفريق يترشح بضربات الجزاء ويعاود يلعب بضربات الجزاء مرة أخرى قليل وين يعاود ينجح عملها كان إيطاليا في اليورو 2020 عودتها المنتخب المصري اللي عنده 8 تسديدات ورا بعضهم ناجحة في ضربات الجزاء واضح واضح خدمة تمارين هذا واضح كما حتى البارح صور الجولة نتاع دبوس الماء اللي خذاها حارس المرمى ابو جبل ويشوف يعني التراجكتوار نتاع الملاعبيه وين معناتها التراجكتوار الديفرنسيال وين يشوت يعني الكره كما اليوم معناتها نشوف في مواقع بعض المواقع الكامرونيه يقول لك وحتى البارح صحافي يقول لك كما لعبه الحظ يعني كازينو يعني وين تقريبا السيركوي بريفيرونسييل دونك نجح فيها بالبدا ابو جبل هو اصلا القام نتاعو وال معناتها السكادرا نتاعو انه معناتها ينجح رغم انه مثلا في مصر في البطوله ماهوش معناتها حاجه كبيره ياسر الحقيقه نتاع ربي في الزمالك مثلا الشناوي ديما يلعب بتيتولير عنديش كتاب في الدوري المصري واضح عمناول كان الحارس الثاني وتعمناول كان الحارس الاول نتاع الزمالك عمناول ولا الحارس الثاني مثلا محمد صلاح مثلا بلانتيات محمد صلاح مثلا ما شاطش البارح باعتبار اصل التور ما مشالوش هو ديما يشوت يشوت الخامسه فما ملعبيه يختاروا انه يشوت الاول كيما مثلا فانسون ابو بكر هو بدا في المنتخب الكامروني بينما ديما بالنسبه لمحمد صلاح يختار انه يشوت ضربه الجزاء الخامسه ما وصلوش الدور البارح على كل تو يستنى فينا فينال كبير ياسر بين ساديو ماني كيما اليوم عرفت اذا كان شفتوا تصريح تاع يورجن كلوب مدرب ليفربول قال اللي باش يهز اللقب منهم باش يرجع للبلاد ويحتفل واللي باش يخسر اللقب بتبيعه باش يتعدد يروح لونجلتير ديريكتومون واضح يعني اكثر واحد تضر يعني في الحكايه الكل هو كلوب في الاخير ولا يعني اكثر واحد تضر باعتبار انه عنده زوج نجوم زوج تقريبا شهر على الدول هنا في الكامرون على كل هو فرحان انه واحد منهم باش يهز اللقب كاس افريقيا وباش يعاودوا يلعبوا تصفيه معناتها الدور الحاسم من كاس العالم يعني في السنه فيهم ثلاثه مباريات بين الفينال وبين الروتور يعني مباريات كاس ايضا هو خاصه يحبهم يخلطوا في ماتش ليستر هالخميس ماتش مهم في الشامبيونات جزيل الشكر لك نعتقد انه اللي باش يهز اللقب اكيد باش يرجع لبلاده وهذا يصير جزيل الشكر لك مبعوثنا الخاص في يوندي أنيس السحباني هذه كانت حوصلة لأهم ما صار البارح وراجعين باش نحكيوا على الدور نصف النهائي وعلى النهائي كذلك مع صحفي المصري بلال السيسي قبل ذا صفية المحرر باش تعطينا موجز من 3:30 وراجعين